تعالت الأصوات الإقليمية والدولية يوم الثلاثاء للمطالبة بإقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، باعتبار أن ذلك حل جذري للمشكلة التي تنفجر بين حين وآخر وتتسبب بأضرار كبيرة للجميع. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شدد على ذلك اليوم الأربعاء، وقبله أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمر، لكن اللافت هو دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خط المطالبة بحل الدولتين. صحيح أن موقف موسكو كان باستمرار مع تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي بما في ذلك حل الدولتين، لكن أن يتم الإعلان عنه بهذه القوة والمباشرة وفي هذا التوقيت وعلى لسان رئيس الدولة فلا شك أنه ذو دلالات. أول الدلالات على أهمية هذه التصريحات أنها تأتي بالتزامن مع أحاديث بدأت تروج منذ اليوم التالي لإطلاق عملية طوفان الأقصى عن مشاريع أخرى كان قد بدأ التلويح لها مع إعلان نتنياهو في اليوم الأول للعملية أن ما سيجري سيغير الشرق الأوسط برمته. من الواضح أن الدول التي شددت على حل الدولتين هي الدول نفسها التي تعارض أو تتخوف من مشاريع إعادة توطين الفلسطينيين على أراضيها. فمصر المطروحة لتوطين سكان قطاع غزة أو القسم الأكبر منهم على أراضيها في سيناء تجد نفسها مرة أخرى بمواجهة هذا الطرح. والأردن المرشح الدائم لتوطين فلسطينيي المهجر وقسم من سكان الضفة يرى أن كل ما يجري في غزة اليوم مؤامرة لتنفيذ هذا المشروع. استنفر الإعلام المصري منذ أمس الثلاثاء لمحاربة هذه الفكرة، بل إن الرئيس السيسي نفسه أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية. فهل نحن بالفعل أمام توجه من هذا النوع، توجه نحو تصفية القضية الفلسطينية؟ هل يعتبر الدعم الغربي وتحديدا الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في هذه المواجهة بمثابة وجه من وجوه التحرك لتنفيذ خطة بمستوى تغيير الواقع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ولذلك ترفض الدول المرشحة لتكون جزءا من هذا المشروع الأمر كما تبرز روسيا أو تبرز معارضتها الشديدة؟ هل يمكن والحال كذلك تصديق رواية من يقول إن إسرائيل أوقعت فصائل المقاومة الفلسطينية بفخ سهل لغلاف غزة من أجل تبرير الرد الواسع الذي يفضي لتنفيذ مشروع بهذا الحجم وهذا المستوى؟ ما الذي يجب على الفلسطينيين والعرب فعله حيال هذا المخطط إن وجد، أو حيال الترويج له إن كان ما زال في مرحلة الترويج؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة حاسمة في الشرق الأوسط؟ هل فعلا ما بعد طوفان الأقصى لن يكون كما قبله؟